مؤسسات ديال الدولة ومدارس هذه الحالة إذا كيستافدوا كاع الناس ديال التمارة يعني بشكل غير مباشر. كنتمنوا القرار بالعمل اللي لغى القرار الأخر القرار الأخير اللي بني على باطل. القرار الأول بني على باطل لأن المعلومات اللي تحطت ليه من السلطات المحلية من البشرية تحطت ليه ووقع على خطأ. الآن تجاوب مع نضالتكم هذي بشي مزيان كنحييو. نحيا الحق كتعرفوا الحق يؤخذ ولا يعطى. كتعرفوا ان هذيك اللوائح اللي كانوا داروا فيها خروقات. انا واحد اي واحد قرا غادي يشوف كنيه وحده يشوف اسميه من عائله واحد اسميه لا اسميه في الخارج واسميه في الداخل ما كايناش الى اخره. تيخلق بالبالة وسط العائلات ديالكم يعني من اي عائلة كيجي الاخ يستافد والاخت لا ولا العكس ولا هذا يخلق مشاكل داخل العائلة. 10 كيعطيو واحد. اذا هادشي ما فيهاش 10 كيعطيو واحد. هذا القانون اللي قالوه هنا وصل ماشي هذا هو القانون. اذا هادشي كامل هو نتيجة النضالات ديالكم وخاصة المرأة الجيشية. وانا كنشوف الان اكثر من 95% هما نساء. انا كنعتبر النساء هما الرمز ديال النضال الرمز ديال التضحية الرمز ديال الوفاء. المداخلة ديالي غادي نأكد فقط ما تم في الندوة الصحفية ديال 18 مارس 22 اللي دارت في تمارة وقتات أول ندوة صحفية اللي دارت تحت شعار كفى من ظلمي وإقصائي الجيشيات والجيشيين. أقصاوا الناس الجيشيين وعطوا حي الرياض للناس وعطوا الحديقة لوحدين أخرين وعطوا 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 شي غادي يفصل فيه السيخ نجم أغلب هاد المسائل هذه. إذا كفى فنقولوا كاملين كفى ما يمكن ليناش نستمروا في نفس الالتواءات على القانون مقابل تعطى الارض لخواص باش يعاودوا يربحوا اكثر على حسابكم بدون ما تلقاو يعني الاموال اللي باش تباعت وبدون ما يستافدوا جميع الناس. قالت سميرة ياك حسنا قالت واحد الهضره مهمه راه الاراضي ديال الجيش هي ملكيه وكاع الناس اللي كيهضروا كيتلقوا كيسللوا الكلام اللي كيدور ما بين الناس انها سلاليه هذا خصو نبداو معاه. هذه الاراضي الجيشيه عندها ان تيتر فونسيي عطاه السلطان محمد الخامس اخير ما كاين عاجبني مختصر شويه المسافه. إذن بما أنها ملكية فهي توزع وفق الشريعة الإسلامية وفق قوانين الإرث. يعني كتستافد المرأة والرجل والدراري يعني الأصول والفروع كل شيء كيخصو يستافد. هي القاعدة. إذن في 18 مارس إذن كاين لوتي كل شيء كيعرفوا 2249 جو بونس كاين ظهير ظاهر ملكي كيقول لا وصاية على هاد الأراضي الجيش، لا وصاية وزارة الداخلية على أراضي الجيش، ما راح يعني نهز بالماء. من السيدة عبد الرحيم. نعقلوا على هاد الكلمة. بزاف الناس كانوا غاضبين. لا وصاية لوزارة الداخلية على أراضي الجيش، هذا ظاهر الملك. أو سجلوها. هذه 50 ولا 60 واحد اللي حاضر اي واحد قال شي حاجه اخرى لا اللي كاين هو هذا القانون ماشي كنقولوا شي حاجه خارج القانون. اذا قلنا الاراضي بما انها ملكيات ورات للفروع وفق قوانين الارث
المستمدة من الشريعة الإسلامية، وكل حديث عن أراضي الجيش، أن أراضي الجيش تدخل في إطار الأراضي السلالية، فهو تدليس وتجنين على حقوق الجيشيات والجيشيين في ملكيتهم، وأن ذلك خارج القانون. على ذوي الحقوق انتما أن تتشبثوا هذا الحق، وما لا تنجروا وراء شكل أخرى، شي حاجة أخرى، والسلالية أي سلالية، خطر لي على الجيش، لأن هذه هي القوة ديال الملف ديالكم. كما قلنا حنا رأينا أولا بغيت نفرق ما بين السكان اللي في البلاد والجيشيين والجيشيات. السكان اللي في البراري ممكن فيهم شي وحدين منا ساكنين في البلاد كاينين، ولكن هادشي حنا سكان. كاين برنامج وطني اللي كيتسمى البرنامج الوطني في 2004 بدا، ديال إعادة إيواء سكان دور الصفيح، والدولة خدات فيه أموال طائلة من صناديق الدولية، غادي تعطى لهاد السكان باش نطوروا شوية الحياة ديالهم، طبعا ما يكونش بالركا، يكون واحد السكان شي شوية، رغم أن هذاك السكن اللي كاين شي به غير لائق، لأنه ما يمكنش أسرة تسكن 50 متر. إذا ستكون هذه الأولى، إذا نفرقوا ما بين هذه وهذه. السكان أراضي سكان يعني الديور ديال القصدير حقهم مضمون وفق القانون، وغادي كاينة في تمارة الإقليم كله صغيرة تمارة 23500 إلى عقد على ذلك 23500 غادي تبنى 23500 بالركه، البركه شحال من البركه تحسبها هادشي، هادي كاين في الاتفاقيه اللي دارتها وزاره السكنه والتعمير والداخليه والماليه الى اخره. هذا جانب، لا بدا تنكمل 21500 و300 نرجع دابا الاراضي باش نفرقوا وتحاولوا تفرقوا كاملين. هذه الأراضي ديال الجيش سلمها السلطان محمد الخامس، وقبله سلاطين أخرى سلطوها الجيش، أعطاها من مولاي إسماعيل حتى محمد الخامس هو اللي ملكها، أعطات لهم مقابل، راه ما كاينش حاجة تعطات مقابل خدمات كيديروها الرجال والنساء اللي يحافظوا على الدولة وعلى الأمن ديالها وعلى كذا، قال تعطات مقابل هذه الخدمة وتملكات، يعني أنه راه ماشي القرار اللي غادي يحل المشكل ديال الجيش هو قرار ملكي آخر، لأن الملك عطى ما يمكنش يجي الباشا ولا قائد ولا عامل ولا كذا ولا حتى وزير الداخلية يحيد ولا يعطي، إذا نفس المستوى هذا عطى هذا غيحل المشكل وممكن يتحل، والحل ديالو حنا بالنسبه لينا كان رأي كنقولوا اولا جميع الجيشيات الجيشيه الاصول والفروع يستافدوا بدون استثناء